تعبنا عشان نوصل كاس عالم، فعشان كده كنا عايزين نعمل حاجه كويسه وطموحنا ان احنا نحقق حاجه تعمل طموح، بدليل ان احنا ساعه اخر مباراه انجلترا لما خسرنا بهدف ما كانش ينفع خطا يعني، واحنا كنا ند القوي جدا لانجلترا فما كناش عايزين نطلع من الملعب، ما كناش عايزين الحكم يصفر. انا بالنسبه لي رحت على الحكم عشان امسك ايديه عشان ما يصفرش، كنت بتنقل من كل دور بتنقل على بلد، فاللي كان اللي هيبقى موجود بالمجموعه بتاعتنا اللي كان هيوصلوا كان هيفضلوا في نفس البلد في باليرمو. انا عن نفسي ما رضيتش اجهز الشنط او شنطتي ان انا ممكن نطلع، ما كانش في دماغي ان احنا نطلع خالص. اكيد الناس عارفه السيره الذاتيه بتاعته، يعني هو بيحب يناوش ويغلس على اللعيبه في الملعب ويغيظ اللعيبه ويعمل مشاكل في الملعب بصراحه. فهو جاي طبعا عارف ان احنا كنا موطين نفسنا عشان نكسب المباراه وكده، فهو كان لما جاب الجون فعمال يضايق لدرجه ان هو طلع لسانه واللعب شغال وحاجات كده. هو كان اعتقد العقليه بتاعته ما كانش متزن يعني.